أهلا بكم في بلدية مدينة أبو ظبي، تكريما لسنوات العطاء وحرصا على تفعيل الرؤية الوطنية لمكانة كبار المواطنين، رؤية أساسها التقدير والاحترام. كبار في الخبرة، كبار في خدمة الوطن، كبار في النفوس، وكبار في العيون والقلوب، كما وصفهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. قامت بلدية مدينة أبو ظبي بالمبادرة بإنشاء قاعة كبار المواطنين في مقر البلدية الرئيسي لتقدم جميع الخدمات البلدية في مكان واحد، كما جهزت القاعة بكافة سبل الراحة والضيافة لتكون زيارتهم تعبيراً آخراً عن التقدير والاعتزاز بكبار المواطنين. نرحب بكم وندعوكم لزيارة قاعة كبار المواطنين في مبنى بلدية مدينة أبوظبي الرئيسي.